والله شعوري مرتبط لأن لتاني مرة نزور الكويت، والكويت عزيزة عني لأن عندي صداقة كبيرة مع المرحوم الشيخ فهد، زرناها وقت كنت مسؤول أمين عام للاتحاد الدولي، وعملنا دورة الصداقة العربية الأفريقية للكرة الطائرة، والآن أزورها مرة ثانية في رياضة السيارات، أول اجتماع كبير لدعم رياضة السيارات في القطر العربي. الاجتماع هذا نتوقعه باش يكون مثال، ونخرج منه نتائج كبيرة مستقبلية، لأن رياضة السيارات هي رياضة عتيقة ومحبوبة شعبية، والتكوين لازم يكون على قاعدة، والاتحاد الدولي بذل جهود من لما الأخ ناصر تولى نائب رئيس الدولي ورئيس المنى، ظهر نشاط كبير ويظهر أن مستقبل رياضة السيارات ماشية مستقبليا بخير إن شاء الله.